أهلا بكم مشاهدينا إلى نشرة الأخبار من القناة الوطنية الأولى ونستهلها بالعناوين. تسجيل حالة وفاة في الحامة بفيروس كورونا، وغدا تركيز المخبر العسكري المتنقل للتحاليل الجرثومية بولاية قبلي، والنيابة العمومية بالمهدية تأذن بسجن مصاب تسبب في العدوى. بعد تثبيت موعد العودة المدرسية، تواصل الاستعدادات بالجهات وحملة توعوية لتواقي التلاميذ من حوادث الطرقات. تزر ثروة وحية وطنية وعلامة مميزة لأكثر من 200 نوع من التمور الموسمية تحتاج إلى مزيد حسن الترويج. في تحينها اليومي للوضع الوبائي لفيروس كورونا في تونس، سجلت وزارة الصحة بتاريخ 6 من سبتمبر الجاري 83 إصابة جديدة بكوفيد-19 و38 تحليلا إيجابيا لحالات سابقة ما زالت حاملة للفيروس، ليرتفع عدد الحالات النشيطة المصابة بفيروس كورونا إلى 3242 حالة. كاهية مدير الرعاية الصحية الأساسية بالإدارة الجهوية للصحة بس أنور الحافي قال إن رجلا يبلغ من العمر 63 سنة أصيل الحامة مصابا بفيروس كورونا ويعاني من أمراض مزمنة قد توفي أمس بالمستشفى العسكري بتونس العاصمة. ولاية مدنين سجلت اليوم 3 إصابات جديدة بفيروس كورونا، حالتان منها محلية بكل من جرجيس وجربة، وأخرى وافدة وفق كاهية مدير الصحة الأساسية بمدنين زياد العنز. كما سجلت ولاية صفاقس اليوم إصابة جديدة بفيروس كورونا لدى مريضة مقيمة بقسم القلب والشرايين بالمستشفى الجامعي الهادي شاكر، مما استوجب نقلها إلى وحدة الإنعاش كوفيد-19 بالمستشفى الجامعي لحبيب بورقيبة، وفق ما أكده المدير الجهوي للصحة بصفاقس جوهر المكني. كما سجلت ولاية المنستير اليوم 8 إصابات جديدة بفيروس كورونا، 3 وفق ما أكده المدير الجهوي للصحة بالمنستير حمودة البابا. وفي نابل أفادت مديرة النهوض بالخدمة الصحية بالإدارة الجهوية للصحة سونيا خلف الله أنه تم بتاريخ أمس تسجيل 15 إصابة محلية جديدة بفيروس كورونا بالجهة، من بينها طفلة تبلغ من العمر 9 سنوات. وسجلت ولاية أريانا خلال 24 ساعة الأخيرة 56 إصابة جديدة بفيروس كورونا، وفق ما أفاد به مدير الصحة الوقائية بالإدارة الجهوية للصحة رضا البوهالي. ولاية القصرين بدورها سجلت صباح اليوم 4 إصابات جديدة بفيروس كورونا، وفق المدير الجهوي للصحة بالقصرين عبد الغني الشعباني. وفي سليانة أكد المدير الجهوي للصحة عبد الوهاب الهرابي اليوم أنه تم تسجيل إصابة جديدة بفيروس كورونا بسليانة المدينة، وبين ذات المصدر أن الإصابة تخص موظفة تعمل بإحدى الفروع البنكية بالمدينة. أكد المدير الجهوي للصحة ببنزرت جمال الدين السعيداني اليوم أنه تحليل عينة النقيب بالجيش الوطني الذي تم العثور عليه الأسبوع الفارط متوفى بمنزله الكائن بمنطقة منزل إسماعيل ببنزرت الجنوبية كان إيجابيا، ما يؤكد إصابته بفيروس كورونا. وبين السعيداني أن الأسباب الحقيقية لوفاة النقيب سيكشف عنها تقرير الطبيب الشرعي بمستشفى الحبيب بوقدفة الجامعي. يذكر أنه تم العثور على جثة المتوفي بمنزله الذي يقيم فيه بمفرده بداية الأسبوع المنقضي، وقد تولت فرقة الأبحاث والتفتيش للحرس الوطني ببنزرت التحري الأمني بشأن أسباب الوفاة، فضلا عن توجيه جثة الهالك إلى قسم التشريح بمستشفى بنزرت. بإذن من رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة ودعما للمجهود الوطني لمجابهة انتشار فيروس كورونا، ينطلق بداية من يوم غد تركيز المخبر العسكري المتنقل للتحاليل الجرثومية بولاية قبلي، لينطلق في القيام بالتحاليل اللازمة حول التقصي عن الحالات المشتبهة بالإصابة بفيروس كورونا بين أهالي ولايتي قبلي وتطاوين. وأبرزت وزارة الدفاع في بلاغ أصدرته اليوم أن المخبر سيساهم في الرفع من عدد التحاليل المجراة يوميا، وسيسرع في الحصول على نتائجها في وقت قياسي.
أذنت النيابة العمومية بالمهدية اليوم بسجن مصاب بفيروس كورونا أصيل معتمدية البرادعة بعد تسببه في نقل عدوى الفيروس إلى شخصين آخرين، وفق ما أكده الناطق الرسمي باسم محاكم المهدية والمنستير فريد بن شحا. وأوضح بن شحا أن المصاب المذكور ورغم علمه بحمله لفيروس كورونا أصر على عقد قرانه وعدم الكشف عن مرضه للآخرين، وهو ما تسبب في إصابة شخصين حضر عقد القران، مشيرا إلى أن الشخص المعني غادر مركز الحجر الصحي الإجباري بجربة الذي أقام به فور عودته من ليبيا، وقصد منطقة البرادعة مسقط رأسه ليتمم عقد قرانه غير آبه بنقله العدوى للحاضرين. وبين في ذات الصدد أن الشخص المذكور أقام يومين كاملين بالمنطقة إلى حين تدخل الإدارة الجهوية للصحة مرفوقة بالأمن ليتم تحويله إلى مركز كوفيد بالمهدية. صدق المجلس البلدي لبلدية سوق السبت من معتمدية جندوب اليوم على مقترح يتعلق بحظر التجوال داخل قرية الخشينية التابعة لبلدية المكان لمدة أسبوع، وذلك بعد أن تم تسجيل 12 إصابة بفيروس كورونا، منها 10 منها بالقرية. وقد بلغ عدد المصابين بفيروس كورونا بولاية جندوب 80 شخصا، ما يزال أكثر من 100 آخرين بانتظار نتائج التحاليل. سجلت ولاية جندوبة ارتفاعا في عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد إلى 80 حالة إيجابية من بين التحاليل الواردة بتاريخ 7 من شهر سبتمبر الجاري. آخر المعطيات اللي عندنا هو نقل 3 مصابين معناها إلى جهة الساحل، أحد المدن الساحلية. عندنا 48 رفع عينة، عندنا حالة وفاة زادة في بلطة أبو عوان وقع رفع العينة نتاعها للتثبت من اسكو معناها الموت عادية أو من جراء الكوفيد. عملية تقصي ورفع العينات متواصلة. وضعية وبائية دقيقة دفعت بكل من بلديتي سوق السبت وأبو سالم، والتي سجلت ارتفاعا في عدد المصابين، إلى اتخاذ جملة من الإجراءات العاجلة. تم اتخاذ بعض الإجراءات، هو إلزامية ارتداء الكمامات بالنسبة للمرافق العمومية والمحلات التجارية والمقاهي. بالنسبة لمنطقة الخشينية كمنطقة ذات انتشار واسع في فيروس كورونا، تم اتخاذ إقرار حظر التجول من 5 مساء إلى 5 صباحا. بالنسبة للمنطقة البلدية ككل، تم معناها منع الألعاب الورقية، منع الشيشة، منع قاعة الأفراح استعمال 50% من الزائرين. عندنا خدمة إن شاء الله في الدوار الخشينية باش نقوموا بالتعقيم، باش نعاونوا إن شاء الله الإدارة الجهوية للصحة كيف عادتنا في رفع العينات. الالتزام بالحجر الصحي الذاتي لكل المخالطين للحالات الإيجابية ممن رفعت لهم العينات تظل من أوكد الأولويات حسب المدير الجهوي للصحة بجندوبة. نطلب مرة أخرى كل من قموا له بعينة باش يلتزم بالحجر الذاتي في انتظار وصول النتائج. أراه تأخير النتائج نظرا للضغوطات الكبيرة جدا على المخابر اللي تقاعد تقوم بأخذ العينات. بولاية جندوبة ومنذ فتح الحدود في 27 من شهر جوان الفارط تم رفع 1376 عينة موزعة على بلديات بوسالم وسوق السبت وجندوبة وتبرقة وفرنانة. في موضوع آخر، أفادت وزارة الداخلية في بلاغ لها اليوم بأن الوكيل بالحرس الوطني رامي الإمام الذي أصيب صباح الأحد في الاعتداء الإرهابي بمفترق أكودة القنطاوي من ولاية سوسة يواصل الخضوع للعلاج، وهو محل عناية طبية فائقة، وتشهد حالته تحسنا مستمرا، وهو ما ينفي الخبر الذي تم تداوله اليوم بمواقع التواصل الاجتماعي والذي يقضي بوفاته. إذن الحالة الصحية للوكيل بالحرس الوطني مستقرة. وقد أضاف البلاغ أن وزير الداخلية تولى الاتصال بصفة مباشرة بالفريق الطبي المشرف على علاجه للاطمئنان عليه. وكان رئيس قسم الإنعاش بالمستشفى الجامعي سهلول في سوسة الدكتور وليد نعيشة قد صرح للأخبار اليوم بأن الحالة الصحية للوكيل رامي الإمام مستقرة وفي تحسن. رامي الحالة متاعه مستقرة، والخبر راجم اليوم الصباح ما في حتى صحة. وإن شاء الله بقدرة ربي في تحسن، وإن شاء الله ربي يفرج عليه.
إلى أشأن التربوي، حيث أنهت وزارة التربية الجدل بشأن العودة المدرسية بتثبيت 15 من سبتمبر الجاري موعدا لالتحاق التلاميذ بمؤسساتهم التربوية، وذلك على نحو تدريجي. وفي هذه الأثناء تنظر لجنتان بيداغوجيتان في مقترحات تخص البروتوكول الصحي والزمن المدرسي وغيرها من الإجراءات. على أثر اتفاق جلسة عمل مشتركة انعقدت أمس بين وزارة التربية والكتاب العامين للجامعات العامة لنقابات التربية على المحافظة على الموعد ذاته للعودة المدرسية دون تغيير، تنهي بذلك الوزارة الجدل بشأن موعد التحاق التلاميذ بمقاعد الدراسة في وقت ينتظر أن تخصص جلسة أخرى اليوم للنظر في مقترحات بشأن مسائل بيداغوجية تعلن فيه لجنتين بيداغوجيتين المتألفة من إطارات تربوية وممثلين عن الوزارة وشركائها الاجتماعيين عن جملة من الإجراءات، من بينها متابعة عملية الوقاية والتوعية بالبروتوكول الصحي للتوقي من عدوى الفيروس، وإجراءات أخرى من بينها الزمن المدرسي ومسألة التخفيف من البرامج وتدارك التلاميذ للبرنامج التربوي للسنة الفارطة. وفي السياق ذاته ذكر وزير التربية فتح السلاوتي بأن العودة المدرسية ستتم على نحو تدريجي ابتداء من الثلاثاء القادم، حيث ينتظر أن يلتحق في 15 من سبتمبر الجاري إلى غاية 19 منه إلى المؤسسات التربوية مختلف المستويات التعليمية بطريقة متدرجة مع أخذ خصوصيات كل مدرسة بعين الاعتبار، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية من وزارات ولجان والمندوبين الجهويين ونقابات ممثلة للقطاع. جاء ذلك على إثر جلسة وزارية بإشراف رئيس الحكومة هشام المشيشي خصصت للنظر في آخر استعدادات العودة المدرسية في ظل تطور الحالات الوبائية الناجمة عن الفيروس في البلاد. نتيجة أعمال كبيرة صارت على مستوى الوزارة، على مستوى اللجان، ثم اتصالات بالسادة المندوبين الجهويين، واليوم مختلف نقابات الممثلة المختلف الأسلاك في الوزارة، وصلنا للاتفاق هذايا، واعتقد أنه بمثابة الإشارة القوية اللي باش ترجع الأمل واللي توري أنه الشأن التربوي هو شأن مجتمعي. وفي ظل تخوفات الأولياء من الوضع الصحي الذي يفرضه انتشار عدوى الفيروس في العديد من جهات البلاد، كانت وزارة التربية تعهدت بأن تضمن تدابير صحية وقائية في المؤسسات التربوية. نبقى في المجال التربوي، وفي انتظار استكمال أشغال المدرسة النموذجية بحومت السوق جربة، الأولياء وفي مفتتح السنة الدراسية الحالية يطالبون بإحداث قسم إعدادي نموذجي لاستقبال التلاميذ الموجهين إلى هذه المؤسسة التربوية بشكل استثنائي إلى حين استكمال الأشغال. أمام المدرسة الإعدادية النموذجية بمدينة حومت السوق التي توقفت أشغالها وتعطل إنجازها لأكثر من مرة، يواصل أولياء التلاميذ الموجهين إلى المدرسة الإعدادية النموذجية بالجزيرة يواصلون مطالبهم بإحداث قسم إعدادي للمدرسة النموذجية في انتظار استكمال أشغال هذه المدرسة المقرر استغلالها بداية هذه السنة الدراسية. ثم عديد الأسباب هي اللي خلت الأشغال تنقطع وما وصلوش باش يتم الإنجاز نتاعها وباش يكون افتتاح الإعدادية النموذجية في الوقت المحدد. ادخل اقرأ راهو عندك معهد نموذجي وناس اجتهدت ونجحت، دونك أقل حاجة نعملوها لهم إذا ما أخلطش الشانتي هذا باش يحضر على الأقل تخصيص قسم في أي إعدادية. هيك حل نحب قسم يكون حتى في واحد من الإعداديات في البروجي مازال ما حضرش. توا احنا الوقفة هذه لا راهو الوقفة الثانية في إطار المطالبة معناها بالكلاس النموذجي، وإحنا قبل ما نعمل وقفة رانا شفنا وعملنا دياجنوستيك وشفنا الإعداديات الموجودين في جربة معناها، وفما إعدادية قابلة أنها تقبل الكلاس هذا. وطلبت هؤلاء الأولياء في جزيرة جربة بإحداث قسم إعدادي نموذجي على الأقل في بداية هذه السنة التربوية، يعود لأسباب متعددة يؤكد أيضا المختصون وجهة هذا الإجراء في الشأن البيداغوجي والتربوي. حبذ التلميذ يبقى في محيطه معناها قدر الإمكان، معناها والتغير ما يكونش تغير وفجئي معناها فهمتك اللي عميق جذري بالفعل، لكن وما يكونش معناها فما تغير يكون نحو الأفضل، لكن احنا التغير هذا للأمانة الظروف ما هيش هي متاع لي تلميذ 12 سنة عرفت كأنها شجرة باش نحيها من بلاصتها. وفي متابعة ورد فعل على هذا التحرك الاحتجاجي لهؤلاء الأولياء
تؤكد المندوبية الجهوية للتربية بمدنينة انتظارها لرد وجواب وزارة التربية بشأن هذا المطلب. حماية التلاميذ وتوعيتهم بمخاطر الطريق كان ذلك الهدف الرئيس من إطلاق الكشافة التونسية لحملة توعوية في جهة تستور، وذلك في إطار الاستعداد للعودة المدرسية، حملة موجهة للمترجل ولأصحاب السيارات للتوعية وللتحذير من مخاطر الطريق. استعدادا للعودة المدرسية، أطلق فوج الكشافة التونسية بتستور بالتعاون مع عدة هياكل بالجهة حملة تهدف إلى توعية المترجلين وأصحاب العربات بمخاطر الطريق. أعطيهم الساحة يذكروا في العباد، وذلك يلزم دو طون زون طون واحد يذكر كما هكا، فهم الوليدات صغار في بيرميات جدد وكذا، يلزم واحد يذكر. بالطبيعة شرطة المرور تلعب دور هام في سير حركة المرور، وإحنا كيف ما تشوفوا أنا ديما على الميدان بالرغم نقص التعداد ونقص العدد متاع العوان ديما موجودين على الميدان. الحملة تولى خلالها أشبال الكشافة رسم الممرات الخاصة بالمترجلين وسط المدينة وأمام عدد من المؤسسات التربوية إيمانا بأهمية التوقي من مخاطر الطريق. في إطار التحذيرات للعودة المدرسية ارتأينا أنه نقوم بحملة توعوية لمستعملي الطريق في إطار معناها تذكيرهم بضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة لسلامتهم. بلدية تستور أكدت بالمناسبة أهمية مثل هذه المبادرات التي تقوم بها مكونات المجتمع المدني في مساندة المجلس البلدي وسعيها لمزيد ترسيخ المبادرات التطوعية خدمة للمتساكنين. اللي عودة مدرسية هذه عودة معناها يجب تكون تتعدى في أحسن ظروف، ويجب كيف نخموا على أولاداتنا ونخموا زاد على سلامتهم في معناها الظروف هذه اللي تشوفوا فيها معناها ظروف صعيبة بالمعناها الكوفيد ديزنوف هذايا وبمعناها المشاكل الصحية الموجودة. حماية أطفالنا في الطريق شعار رفعه فوج الكشافة التونسية بتستور أملا في الحد من حوادث الطرقات وتوعية السواق والمترجلين مع اقتراب العودة المدرسية. اقتصاديا، تشهد ولاية قفصة تراجعا على مستوى الاستثمار بسبب غياب المستثمرين وإغلاق وحدة صناعية، أسباب متعددة تقف وراء هذا الإشكال. نسبة استغلال ضعيفة للمناطق الصناعية المحدثة من قبل شركة القطب التنموي بقفصة، خاصة بمدن الحوض المنجمية، بسبب غياب المستثمرين وأغلاق عدد من الوحدات الصناعية لينحصر انتصاب المشاريع الكبرى ذات الطاقة التشغيلية العالية بالمنطقتين الصناعيتين بالعقيلة. 2020 ما تمش مشاريع انتصابة جديدة من طاقة الإنتاج. نحن نوفر حاليا موجود في مناطق صناعية حوالي 29 مستثمر، ثم مستثمرين عندهم مشاريع كبرى ومستثمرين مشاريع صغيرة. بالنسبة ل 2020 عندنا كما تعرفي ان المستثمرين الكبار ما نجموش معناها يستثمروا، خاصة اثر جائحة الكورونا كما نعرفوا. الشركات المتواجدة في ولاية قفصة عندنا حوالي 54 مستثمر كبار، منهم 24 شركة. من بين الشركات هذوما ال 24 عندنا 15 من شركة محلية وتسعة من خارج الولاية. نوايا الاستثمار الفلاحي سجلت أيضا تراجعا خلال السنة الجارية بحوالي 2 مليون دينار، وتقتصر الأحداثات الجديدة على توسع مشروعين اثنين بكل من قفصة الشمالية وسيدي عيشة. من فترة الحجز الصحي اللي أثرت على معناها نوايا الاستثمار، واللي خلت الباحثين شهرين لدارة مسكرة دونك ما نجمتش تصرح، هذا مما أثر قليلا، مش حاجة كبيرة، أما تراجع بصفة قليل. احنا عندنا زوز اللي هما في عملية توسعة. نسق استثمار ضعيف تشهده ولاية قفصة في السنوات الأخيرة بسبب الصعوبات التي يواجهها المستثمرون وتوتر المناخ الاجتماعي، لتظل شركة فوسفات قفصة المحرك الرئيسي للقاعدة الاقتصادية بالجهة. تعرف ولاية توزر بإنتاج قرابة 200 نوع من التمور الموسمية، ويسعى المهتمون بالشأن الترويجي إلى مزيد التعريف بهذا الإنتاج بكامل تراب الجمهورية على اعتباره رافداً اقتصادياً للجهة.
تحتل التمور الموسمية مكانة خاصة لدى أهالي ولاية طوزر، حيث تتميز هذه التمور بكثرة تنوعها وتتشابه أحيانا في لونها وحجمها، لكنها تختلف في مذاقها وتعتبر الأكلة المفضلة خاصة قبل نضج دجلة النور. الأنواع تمر على حروف الأبجدية الكل كان موجود ابتداء من العماري حتى للدجلة. أول ما يطيب للخريف، أول ما يطيب يبشر هو العماري في الصيف، اي اخر الصيف من عمل فهم، وبعدها فهمت ولا يجينا فهمت لا قول قصبي فهمت ولا وتكرمس وموتو. انا جميله كل عدو بلح اخضر، بعدين يبدا فيه العماري واللاقو والقصبي والقندي، تو تلقاه كعبه غير كيف كان، وكعبه دقل كيف كان، ماهوش كيف كيف المذاق تاعها، مش فرد سعف تاع النخله، وحتى المنظر تاع النخله مش كيف كيف. فما انواع صحيه ياكلوها اللي عندهم امراض السكر، كيما الطرنجه مثلا، الطرنجه ما فيها السكر، ناقصه سكر وصحيه 100%. ومش كان الطرنجه انواع، التمر الابيض الكل، الكنتيش، الكنت، الطرنجه، هذوما كلهم ناقصين سكر، ما همش كيما الدجله وكيما الانواع هذه. عرض التمور اضفت جماليه مميزه على واجهات المحلات التجاريه بمدينه طوزر، واضفت كذلك حركيه اقتصاديه مهمه لدى الباعة. عندنا المعروف تو هيك اكثر من 187 نوع، نبدو من جويليا، من وسط جويليا يبدا لنا بالبسر، ومن بعدين يبدو انواع التناقي، هذوما سموهم تناقي، هذوما الكل الكميه صغيره ماهياش نتاع ترويج، ياخذوها اولاد الجهه ويهدوها لعائلاتهم في الشمال واللي يعيشوا لبرا، لانواع ما تصبرش ماهياش كيما الدجله مثلا. قرابه 200 نوع من التمور الموسميه التي تعرف بها مناطق الانتاج بولايتي طوزر وقبلي، لكنها لا تزال غير منتشره داخل ولايات الجمهوريه، وهو ما يتطلب البحث لترويجها، وقد تكون في المستقبل رافدا اقتصاديا مهما لفلاحي الجهه. بهذا نصل الى ختام النشره، ونذكركم بالعناوين. تسجيل حالة وفاة في الحامة بفيروس كورونا، وغدا تركيز المخبر العسكري المتنقل للتحاليل الجرثومية بولاية قبلي، والنيابة العمومية بالمهدية تأذن بسجن مصاب تسبب في العدوى. بعد تثبيت موعد العودة المدرسية، تواصل الاستعدادات بالجهات وحملة توعوية لحماية التلاميذ من حوادث الطرقات. توزر ثروة وحية وطنية وعلامة مميزة لأكثر من 200 نوع من التمور الموسمية، تحتاج إلى مزيد حسن الترويج. ويمكنكم متابعة هذه النشرة وغيرها من الأخبار على بوابة التلفزة التونسية. في الختام إليكم مني أجمل تحية، إلى اللقاء.